وللحديث أكثر عن فشل لقاء قاآني والصدر لحل أزمة تشكيل الحكومة في العراق والتقريب بين ما يسمى بالبيت الشيعي، ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. أهلا بك معنا دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة أبو عابدين. أهلا بك دكتور فاروق. عاد الوفد الإيراني الذي زار بغداد من دون نتيجة تذكر، لتبقى الأطراف المتصارعة على السلطة في العراق ثابتة على مواقفها، بما تفسر بداية هذا الفشل الإيراني للسيطرة على الميليشيات الموالية لها؟ كما ذكرت، هو صراع على السلطة، إذن الصراع على المصالح وليس على مسائل. يعني هذا الخلاف الموجود سواء مع كتلة الصدر أو الكتل الأخرى أو الإطار التنسيقي، هو صراع من أجل الحصول على أكثر المناصب، وهذا الشيء هو الظاهر للعيان. بالتأكيد بالتأكيد الصدر عندما استطاع أن يحصل على المرتبة الأولى من المقاعد على الكتلة الأكبر، بدأ يحاول أن يثبت نفوذه ويسيطر على السلطة، كما كان في المالكي في فترة 2010 وبعد 2010. كيف أثر غياب قاسم سليماني فعليا على علاقة الميليشيات الموالية لإيران بين بعضها البعض، وهل ساهم مقتله، أقصد سليماني بطبيعة الحال، كيف أثر أيضا مقتله في اتساع الشرخ بين هذه الميليشيات؟ بالتأكيد غياب سليماني أثر على الوضعية وعلى المواقف للكتل والميليشيات التابعة إلى إيران، لأنه قاسم سليماني كان يفرض من خلال علاقاته ومن خلال قوته ومن خلال حتى على قوته داخل إيران يفرض سيطرته على هذه القوى. ولكن في تلك الفترة عندما كان قاسم سليماني، كانت القوى التابعة إلى إيران هي المسيطرة على السلطة، يعني سواء كان هادي العامري أو نور المالكي أو المجاميع الأخرى كانت هي اللي الأبرز في الساحة. اليوم اختلفت الصورة بعد الانتخابات اللي حصلت مؤخرا، الصورة أصبح الصدر غريم المالكي هو الآن المسيطر على بالوضع السياسي وداخل قبة البرلمان. ولذلك بالتأكيد غياب سليماني لعب دور، إضافة إلى بروز الصدر كقوة، وحاول أن يثبت مواقعه في داخل السلطة سواء كان في مجلس الوزراء أو في البرلمان، قبة البرلمان. أيضا يعني إلى ما يؤشر فشل الإيرانيين في التقريب بين ما يسمى البيت الشيعي، رغم زيارات المتكررة سواء لقآني أو لوفود رفيعة إلى بغداد أيضا. الحقيقة الخلاف الموجود هو خلاف على المصالح، ليس خلاف عقائدي ولا خلاف، مثل ما ذكرت أنه القوى المتصارعة، هناك خلاف كبير ما بين مجموعة مقتدى الصدر وبين الصدر بالذات وبين نور المالكي. الكل يشير إلى أنه لو انسحب المالكي من الإطار التنسيقي أو لو مجاميع الأخرى انسحبت من المالكي، بالإمكان ضمها إلى مجموعة مقتدى الصدر. ولذلك أنا باعتقادي أنه المسألة القادمة في الأيام القادمة سنرى انفراط في الإطار التنسيقي وانسحاب مجاميع معينة والانخراط في السلطة مع مقتدى الصدر في الحكومة المقبلة. هل هذا سيكون تحت الإشراف الإيراني؟ يعني الآن ما هي خيارات إيران بعد رفض أو بعد يعني فشلها في الوساطة؟ بالتأكيد لا زالت إيران هي اللاعب الأساسي، سواء كان يعني كلنا نعرف أنه مقتدى الصدر عندما تضيق عليه الدائرة يذهب إلى إيران. ليس مقتدى الصدر هو بعيدا عن إيران، ولكن ربما في هذه المرحلة لا يشكل مقتدى الصدر
وجهة النظر الإيرانية المطابقة 100%. ولذلك أنا باعتقادي أنه الميليشيات اللي تابعة إلى إيران والقوى المحسوبة على إيران بشكل كامل ستفقد الكثير من قوتها في المرحلة القادمة. ألا يمكن أن تلجأ إيران إلى القوة أو إلى تحريك ميليشياتها مقابل ميليشيات الصدر؟ هل هذا ليس بعيدا؟ ولذلك ما نراه من تفجيرات وما نراه من وما نسمعه من تهديد للكتلة الفلانية ولفلان، هذا كل ينخرط في الأيام القادمة، ينخرط في عملية الضغط الموجهة إلى كتلة الصدر. نعم، أيضا عودة التفجيرات إلى بغداد مع حتى في الجلسة الأولى للبرلمان ما حصل من اضطراب في الجلسة الأولى ومشاحنات وصراعات وينخرط في نفس هذا التوجه. عودة التفجيرات إلى بغداد مع تنامي الصراع بين الميليشيات على تشكيل الحكومة، هل ينبئ برأيك إلى ما هو ربما أبعد من تفجير هنا أو اغتيال هناك؟ الأوضاع بالتأكيد إذا لم تحسم مسألة تشكيل الوزارة ووزارة تكون قوية باستطاعة رئيس الوزراء القادم بصفته قائد عام للقوات المسلحة أن يفرض سيطرته على هذه الميليشيات، بالتأكيد ستكون الأمور غير مستقرة وبالذات في بغداد والمحافظات الجنوبية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شكرا جزيلا.